السلام عليكم ورحمة الله. أبناء اليمن الشرفاء في صنعاء العروبة وباقي المدن اليمنية ينتفضون في وجه الميليشيات الحوثية ليطهروا وطنهم من رجسها وفكرها الخارج عن ثقافة ونسيج المجتمع اليمني. ثورة تعبر عن رفض اليمنيين للخضوع للهيمنة القائمة على العنصرية المذهبية التي تغذيها إيران. انتفاضة كرامة ستعيد اليمن إلى أصله وعروبته. فأهلا بصنعاء العروبة. أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث، ويسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة من هنا من الاستوديو سعادة اللواء الدكتور زايد العمري المحلل العسكري والخبير الاستراتيجي. أهلا وسهلا بك. حياك الله ومرحبا. كذلك معنا عبر الأقمار من دبي الأستاذ عبدالله بن مجاد الكاتب الصحفي. أهلا وسهلا أستاذ عبدالله. أهلا وسهلا. اسمح لي ضيفي الكريمين وأيضا مشاهدين الكرام أن نتابع هذا التقرير ثم نبدأ الحوار. تكمل صنعاء وأهلها الشرفاء انتفاضتهم في وجه الميليشيات الحوثية الانقلابية ضد الشرعية في ظل استمرار الاشتباكات بين عناصر الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح. 3 سنوات أذاق خلالها الحوثي الشعب اليمني ألوانا من الإرهاب والتخويف والتجويع قبل أن يقف اليوم ويعيد توحيد صفوفه في وجه إفساده البلاد وأحوال العباد. الاشتباكات والتي دارت في العاصمة اليمنية صنعاء ووصلت ذروتها فجر السبت الماضي نتج عنها سقوط أكثر من 80 قتيل، ونجحت خلالها قوات حزب المؤتمر الشعبي في السيطرة على عدة أماكن استراتيجية من بينها مطار صنعاء والبنك المركزي ومبان حكومية من بينها وزارتي المالية والدفاع ومصلحة الجمارك. كما توسعت دائرة الاشتباكات إلى خارج العاصمة صنعاء حيث نجح مسلحون قبليون في السيطرة على محافظة المحويت، فيما نجحت قوات موالية لحزب المؤتمر من السيطرة على مدينة إب. تطورات الموقف في اليمن متسارعة وفي كل الاتجاهات، كان من بينها دعوة بيان المؤتمر الشعبي المؤيد للشرعية دعوة الجميع للتقارب والتوحد لدحر المشروع الإيراني في اليمن. التحالف العربي بدوره أعلن في وقت سابق متابعته كافة الأوضاع الجارية على الساحة اليمنية، وأكد في بيان له وقوف التحالف بكل قدراته في كافة المجالات مع مصالح الشعب اليمني للحفاظ على أرضه وهويته ووحدته ونسيجه الاجتماعي في إطار الأمن العربي والإقليمي والدولي. وفي السياق العسكري، شنت صباح اليوم طائرات التحالف 5 غارات جوية على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في عدد من مرتفعات جنوب صنعاء كانت عناصر الحوثي تتمركز فيها. أهلا بكم من جديد في ما وراء الحدث، وأبدأ معك دكتور زايد. بالأمس تابعنا هذه الانتفاضة القوية في صنعاء من أبناء صنعاء وكذلك في بعض المحافظات والمدن اليمنية ضد الميليشيات الحوثية. برأيك ما هو السبب في هذه الانتفاضة ومجيئها في هذا التوقيت، وأيضا سبب فك الارتباط بين المؤتمر الشعبي العام وميليشيات الحوثي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أخي هلال وأحيي متابعيك، وأعود فأقول إن صنعاء العروبة هي أمل من السابق ومن بداية الأزمة أنها ستبقى صنعاء العروبة وأنها لن تنضوي إلى المجوس بأي حال من الأحوال. تأخر الأحبة والأشقاء في صنعاء من الانتفاض، وهي انتفاضة أعدها امتداد للانتفاضات السابقة، فكثير من أبناء اليمن في على مدار السنوات الثلاث السابقة كلهم انتفضوا وكلهم خسروا.
لم يبقى بيت من بيوت اليمن لا الكبيرة ولا المتوسطة إلا وفقد شهيدا من هذا الحوثي الذي للأسف الشديد هو أحد مكونات اليمن، ولكنه حمل شعارات الفقيه وذهب بعيدا بكثير من الشعب اليمني. هذه الانتفاضة كانت في صنعاء لها إرهاصات سابقة، فالتحالف وسلمان الحزم والعزم هو الذي أوقد هذه الشرارة، واستمرت هذه الشرارة 3 سنوات حتى استوى الوقت للرئيس السابق علي عبد الله صالح، واستطاع أن ينهض في الوقت المناسب، واستطاع أن ينفض عن صنعاء غبار الكهنوت وغبار الحوثية، وأن يعيد صنعاء أو يبقي صنعاء فهي لم تذهب صنعاء، يبقي صنعاء في الحاضنة العربية فهي عاصمة عربية وعاصمة مؤثرة وعاصمة ذات مكانة سياسية في العالم العربي. الرئيس السابق علي صالح اختار الوقت المناسب حينما رأى أن الكهنوت أخذوا يقتلون الأطفال ويجندونهم ويعتبرونهم دروع بشرية يقاتلون بهم، انتفض في الوقت المناسب حينما رأى أن الحاجة تدعو إلى ظهوره في هذا الوقت. ظهوره كان لا شك أنه مدعوم من المؤتمريين بشكل عام ومدعوم من جميع أطياف الشعب اليمني. الشعب اليمني الآن كله منتفض وكل مطلوب منه أن ينتفض وأن يبارك هذه الانتفاضة، وأني أطمنك أنني لدي اتصالات هذا اليوم أنه موجود في الحديدة عبارة عن نقاط تفتيش من الانتفاضة، وأن طرد أزلام المجوس من هذه المناطق إضافة إلى مناطق أخرى مثل إب، مثل حدة، مثل المحويت، مثل البيضاء، يعني طردوا الحوثيين منها. المهم المحافظة على هذا الانتصار وعلى هذه الانتفاضة وديمومتها حتى تتطهر ليس صنعاء بل اليمن، ويعود اليمن عربيا كما كان. نعم. طيب أستاذ عبد الله بن بجاد من دبي، هذه الانتفاضة ما هي قراءتك في أسبابها؟ لماذا جاءت في هذا التوقيت؟ هي انتفاضة وحراك شعبي كان منتظر من فترة ولكنه جاء في هذا التوقيت. نعم، هذه الانتفاضة المباركة بإذن الله التي ستعيد اليمن الشقيق إلى عمقه العربي بعيدا عن عبث الميليشيات الإيرانية والولاء لأيديولوجيا النظام الإيراني وولاية الفقيه والخمينية الحديثة التي تنشر الطائفية والإرهاب حيثما وصلت. كان رهان المملكة العربية السعودية في عاصفة الحزم وإعادة الأمل على أن تعود الدولة اليمنية إلى الشعب اليمني، وقام التحالف العربي واستمر ل3 سنوات، وكان الوقت هو من مصلحة التحالف العربي والشرعية في اليمن وليس من مصلحة الانقلابيين. اليوم ثبت أن الشعب اليمني لم يعد يطيق احتمال مثل هذه الإيديولوجيا التي تريد أن تضع اليمن في الجيب الصغير لإيران. لن يعود أقيال الفرس إلى اليمن من جديد، ضج الشعب اليمني من كل ممارسات هذه الميليشيا. هذه الميليشيا أخذت أكبر من حجمها بسبب التلاعبات التي تمت قبل 3 سنوات في مراكز القوى داخل اليمن، وإلا ما كان لحركة إيديولوجية إرهابية طائفية مثل هذه أن تحظى بهذه المكانة في اليمن وأن تصمد أمام التحالف العربي ل3 سنوات ما لم تكن مدعومة من شريكها السابق، الذي ولله الحمد اليوم المؤتمر الشعبي استطاع أن يراجع مواقفه وأن يراجع نفسه، وأي سبيل وأي مستقبل يريد للدولة اليمنية وللشعب اليمني. وبالتالي المطلوب اليوم هو التفاف كافة أطياف الشعب اليمني من أحزاب سياسية، من تيارات ثقافية، من رجال أعمال، من رجال قبائل، من شيوخ قبائل، من القبائل بأجمعها، من رجال المدن التي لا زال لحركة الحوثي تواجد فيها. تكاتف الجميع بدعم مباشر من التحالف العربي
قادر بإذن الله على إنهاء هذه الحركة الحوثية، الحركة النشاز في تاريخ اليمن. أستاذ عبد الله، يعني وبالتالي هذا يأتي أيضا ضمن السياق الذي تقوده السعودية لضرب كل تدخلات إيران في الدول العربية وفي أفريقيا وفي غيرها من البلدان، وإجبار النظام الإيراني على العودة إلى الاهتمام بالشأن الداخلي الإيراني. نعم. طيب أستاذ عبد الله، يعني هذه الثورة بالتأكيد الميليشيات الحوثية الانقلابية ستحاول التمسك بكل ما أوتيت من قوة بمواقعها، العودة إلى ما افتقدت من مواقع. لن يكون من السهولة جدا يعني السيطرة بشكل سريع على كل المواقع التي كانت تسيطر عليها. فهل تتوقع من خلال رؤيتك لهذه الانتفاضة وبدايتها، دائما في مثل هذه الثورات تتضح مدى جدية الثورة ومدى استمراريتها لوقت أطول، هل تعتقد أن هذه الانتفاضة ستستمر حتى تصل في النهاية إلى هدفها؟ نعم، يجب على هذه الانتفاضة أن تستمر. لا أحد الحقيقة يتحدث عن انتهاء حركة الحوثي بين عشية وضحاها، هذا أمر معلوم ومفهوم. لكن نحن في بداية انهيار هذه الحركة بعد تخلي المؤتمر الشعبي بقواته المسلحة، بقواته الأمنية، بسياسيي، برموزه، بالقبائل الموالية له، وأيضا التيارات الأخرى. الجميع حينما يتخلى عن حركة مؤدلجة ضيقة مثل حركة الحوثي ستبدأ رحلة الهبوط والتلاشي لهذه الحركة، لا أحد يقول أنها ستنتهي أو ستلغى. أيضا حتى في الموقف السياسي للمملكة العربية السعودية والتحالف العربي، لا أحد يطالب بإلغاء الحوثيين كحركة اجتماعية أو حتى كحزب سياسي داخل منظومة الدولة اليمنية. الذي يراد ضربه هو المشروع الإيراني لاختطاف الدولة اليمنية، وهذا هو الطريق لذلك. الذي يراد القضاء عليه هو الحركة المسلحة التي تختطف الدولة وتختطف مقدرات الدولة وتتلاعب بمصائر الناس في اليمن. نحن في بداية الطريق لانتهاء هذه الحركة، لضرب هذه الحركة، لإعادتها إلى حجمها الطبيعي. لا أحد يطالب بإلغاها، لا أحد يطالب بالقضاء المبرم عليها، لكن يجب أن تعود إلى حجمها الطبيعي وأن تتخلى عن ولائها لإيران وتعود كمكون من مكونات الشعب اليمني الشقيق في ظل الدولة الشرعية التي تدير اليمن بدعم من التحالف العربي، بدعم من الأمم المتحدة، بتوافق داخلي وإقليمي ودولي على هذه الدولة الجديدة التي أيضا ستحتاج إلى وقت جديد في إعادة بنائها من جديد وإعادة الأمن والاستقرار لها. نعم. طيب دكتور، وأنت الخبير العسكري، يعني نعرف أن الميليشيات الحوثية منذ فترة طويلة وهي تسيطر على مفاصل الدولة في اليمن، خصوصا العاصمة صنعاء. منذ أن انطلقت عاصفة الحزم بالتأكيد قل الدعم الخارجي الذي كان يأتي لهذه الحركة من ناحية التسليح وغيره. الآن تفقد أيضا عنصر مهم آخر وهو التحالف الذي كان مع المؤتمر الشعبي العام مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح. هل بالفعل كل هذه المؤثرات أو كل هذه العناصر ستؤدي إلى انهيار للميليشيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ هلال، الأمر لم يتم بين عشية وضحاها. معركة الحزم كانت فعلا حازمة وقاسمة، وأستطاعت أن تقوقع التحالف بين الرئيس السابق علي صالح و الحركة الحوثية. الحركة الحوثية لو أخذناها قياسا من الناحية الاستراتيجية العسكرية هي لا شيء، وقد قلت في أكثر من منبر أن أبناء تعز وأبناء صنعاء يستطيعوا أن يطردوا هذه الحركة بالهراوة، فهم لا يتجاوزون 12,000. ماذا عمل التحالف؟ عمل التحالف قبل أن نرى ماذا عمل التحالف كيف كبرت. الرئيس علي صالح
مد الحركة بالمعدات واستولوا على الآلهة العسكرية التي كانت تملكها القوات المسلحة اليمنية. هذه الآلهة العسكرية كانت تحتاج أيضا إلى تدريب وإلى ذخيرة. من الذي مدهم بالتدريب والذخيرة؟ مدتهم إيران، كانوا يحتاجون إلى التمويل. للأسف الشديد من الذي مدهم بالتمويل؟ مدتهم قطر. إذن هذا المكون بدأ يكبر، لكن هذا المكون لما كبر كاد أن يطغى على حزب المؤتمر وأن يطغى على اليمن ككل. قبل 3 سنوات أين كانت تقاتل الحوثي؟ كان يقاتل في عدن. الآن أين هو؟ انحسر داخل صنعاء. الآن احنا تكلمنا كيف كبر هذا المكون وأصبح مكون له وجوده في اليمن ككل. قامت قوات التحالف بضرب الآلهة العسكرية وتحجيمها حتى إنها لا تستطيع أي معدة عسكرية أن تمشي من مدينة إلى مدينة مطلقا. بدأوا يخبون هذه الآلهة العسكرية أما في الليل أو يهربونها عن طريق كمواد تموينية وينقلونها من منطقة إلى منطقة. الحصار الذي تم هو حاصر اقتصاديا الحوثيين ولم يستطيعوا أن يوصل إليهم ما كان يوصلهم من إمداد، فأيضا هم ضعفوا واضمحلوا. القرارات السياسية التي أصدرها التحالف الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية مثل القرار 22-16 أيضا حاصر التحالف بين الرئيس السابق علي صالح والحوثيين حتى أصبح هذا التحالف هش، مما ساعد على الانتفاضة من داخل صنعاء. وقد كنا ولازلنا نقول أن التحالف الإسلامي لم يأتي لقتل اليمنيين ولم يأتي للانتقام من اليمنيين، بل أتى إلى بإعادة الشرعية إلى مكانها الطبيعي وإعادة حقوق الشعب اليمني. وإعادة الحقوق الشرعية داخل اليمن كدولة داخل ضمن الدول العربية. طيب أستاذ عبد الله، كيف من الممكن أن تستثمر هذه الانتفاضة في الداخل اليمني بين شرائح المجتمع اليمني؟ لو هناك من يتحدث بأنه ربما يعني دخول المؤتمر للشعب العام في هذه الانتفاضة ووجود الكثير من عناصر المؤتمر في قيادتها ربما يكون لمصلحة ونظرة ضيقة، لكن الأهم من ذلك أن تكون يعني نظرة المجتمع اليمني، القبائل الموجودة هناك، القيادات التي تحرص على مصلحة اليمن أن تستثمر هذه الانتفاضة، يعني يتم تجاوز كل الخلافات سواء مع المؤتمر العام أو غيره لتخليص اليمن من هذا الكابوس الذي استمر عليهم سنوات. هو ما في شك هذه الانتفاضة في اليمن هي جاءت بدافع ومحرك داخلي. 3 سنوات الحركة الحوثية كانت مطلقة اليد في العبث بأمن المواطنين، بتعليمهم، بصحتهم، تعبث بالبنك المركزي اليمني، تعبث برواتب الناس، برزقهم، وبالتعامل الفظ والإجرامي والدموي مع كافة أنواع الشعب وطبقات الشعب اليمني. فبالتالي كانت الانتفاضة هي استجابة طبيعية وردة فعل طبيعية من الشعب اليمني لرفض كل ما تمثله هذه الحركة من إيديولوجيا، من خمينية إيرانية وطموحات إيران فارسية للنفوذ، تحدث عنها رجالات الحرس الثوري الإيراني أكثر من مرة. فالرفض الشعبي لكل ما تمثله حركة الحوثي هو نقطة الانطلاق الحقيقية بصراحة. نعم كان هناك تمهيد كبير من خلال التحالف العربي في ضرب هذه الحركة وفي تحجيمها وفي القضاء على أي طموحات لها، وحتى قبل هذه الانتفاضة كانت الحركة لا تسيطر إلا على جزء بسيط من مساحة اليمن الإجمالية. غالبية أراضي اليمن قبل هذه الانتفاضة هي محررة، وتقدم التحالف العربي نعم هو بطيء شيئا ما ولكنه أكيد المفعول. فهذه الانتفاضة اليوم وهذا الانشقاق في الجبهة الحوثي وأتباع الرئيس السابق صالح من قبل، هذا الانشقاق هو نتيجة
طبيعية للسخط الشعبي من ممارسات هذه الحركة وما تمثله، وأيضا هو نتيجة لقوة تقدم وثبات تقدم التحالف العربي والشرعية في اليمن. وبالتالي نحن اليوم أمام مرحلة انتقالية يجب أن يتكاتف فيها الجميع لتقصير المدة، أما النتيجة وهي تحرير اليمن من هذه الأيديولوجيا بالكامل فهذا أمر مضمون. هذه سياسة واستراتيجية سعودية واستراتيجية للتحالف العربي تجاه اليمن، وهي مدعومة على المستوى الدولي. نعم. طيب دكتور زايد، دور الحكومة الشرعية، هناك حكومة شرعية معترف بها لليمن والتي حدث عليها الانقلاب، الآن دورها لاستثمار هذه الثورة الشعبية في اليمن ضد الحوثيين. كان هناك بيان صدر أمس عبرت الحكومة الشرعية عن دعمها لهذه الانتفاضة. كان البيان الذي أصدره فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي بيان يعني أعطى مظلة وأعطى اطمئنان وأمان لكل من يسعى ويخالف هذا الحوثيين ويسعى لطردهم من مواقعهم التي وصلوا إليها وليسوا أهلا لها. فالحكومة الشرعية هي المظلة الشرعية لجميع أطياف اليمن ومنهم الحوثيين، فنحن لا نطلب أن تطرد الحوثي كمكون من اليمن، فالحوثي أحد المكونات اليمنية، ونحن نسعى إلى أن يكون اليمن دولة مستقرة كدولة جوار. التطمينات التي أعطاها الرئيس هادي يوم أمس كانت تطمينات جميلة لكل أطياف الشعب اليمني أن ينتفضوا وأن يخرجوا ضد هذه العصابة الإرهابية. وأنا اسمح لي أن أذكر من هنا المقاومة الجنوبية، كانت المقاومة الجنوبية سعت وحررت مع الجيش الوطني اليمني ومع قوات التحالف 80% من الأراضي اليمنية. نحن نتحدث عن 20% من الأراضي، صحيح أنها بلدان مكتظة بالسكان وأن بها سكان كثير، لكن مطلوب الآن من السكان المتواجدين بهذه الجزء البسيط 20% والذين هم يعادلون 70% من السكان أن ينتفضوا وأن يخرجوا هذا الجسم الغريب المسيطر عليه من الخارج. يد إيران ما في شك أنها امتدت إلى اليمن، لكن بترها التحالف. صحيح. وأصبح الجزء المبتور لا يزال حي. من يقتل يدفن هذا الجزء ويخفيه داخل الأرض هم الشعب اليمني وهي الانتفاضة المباركة. طيب. أبناء الشعب اليمني الآن والجيش الوطني أستاذ عبد الله موجود على تخوم صنعاء منذ مدة، وهناك بعض المعارك التي تحدث في مواقع مختلفة. كيف تعتقد أن هذه الانتفاضة ستساهم في تقدم أكثر للجيش الوطني اليمني تجاه صنعاء؟ ما في شك ستكون المساهمة كبيرة. أحيانا تحتاج بعض المجتمعات التي تعيش تحت سلطة عسكرية مؤدلجة تحتاج إلى شرارة وانتفاضة تظهر كل الغضب وكل العداء لهذه الحركة التي تضغط على معيشتهم اليومية وتختطف قرارهم السياسي وتؤثر في رزقهم وفي معيشتهم. هذه الشرارة حدثت. نحن اليوم نترقب أن كيف ستكون انتفاضة الشعب اليمني وإلى أي حد ستصل. أنا أعتقد أنهم لن يتركوا هذه الحركة الحوثية وأنصارها. سيتم تطهير صنعاء، سيتم تطهير المدن الرئيسية، وأيضا سمعنا أنباء عن قطع الطريق على أي تحركات وإعادة تموضع لهذه القوات التابعة للحركة الحوثية. من يقوم بهذا؟ يقوم بهذا الشعب اليمني وتياراته وأحزابه السياسية لأجل القضاء على هذه الحركة. الرهان اليوم هو أن يتم الدعم الواعي والدعم المركز لأجل القضاء على هذه الحركة وإعادتها إلى تواجدها الجغرافي التقليدي في منطقة صعدة، وأن ينتزع سلاح هذه الميليشيا بالقوة، وأن تنتهي
ينتهي هذه الحالة الشاذة التي مثلتها هذه الحركة كجناح عسكري سياسي على شكل ميليشيا تابع للحرس الثوري في إيران. طيب أستاذ عبد الله، ستكون بإذن الله اليمن هي الخطوة الأولى للقضاء على تمدد إيران في الدول العربية، ويليها الملفات الأخرى. التواجد الإيراني مرفوض في لبنان عن طريق حزب الله واحتلال الدولة اللبنانية إيرانيا، وكذلك هو مرفوض في سوريا، وكذلك هو مرفوض في العراق، وكل خلايا إيران الإرهابية إن كانت في السعودية أو في البحرين أو في الكويت أو في غيرها من الدول العربية سيقضى على هذا تماما بالتأكيد. وبإذن الله ستكون التجربة ذكرت أستاذ عبد الله في اليمن هي التجربة التي ستبقى المثال النموذج الذي يمكن احتذائه في غالب دول المنطقة. أستاذ عبد الله، أنت ذكرت في حديثك قبل قليل بأن استراتيجية التحالف الإسلامي لدعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن واستعادة الحقوق اليمنية هي ما زالت تسير في طريقها الصحيح، وفي النهاية ستصل إلى هدفها، وهذه الأحداث ربما فقط ستسرع في الوصول إلى النتيجة. كان هناك بيان للتحالف العربي، تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذكر أنه يتابع باهتمام هذه التطورات في اليمن ويدعم اليمنيين في استعادة حقوقهم ويدعمهم في استقرارهم. هل تعتقد أنه سيكون هناك تغيير في الاستراتيجية أو ربما تدخل عسكري بشكل أكبر في صنعاء خلال الفترة القادمة بعد هذه الانتفاضة؟ أنا آسف، أنا لم أسمع السؤال. أتحدث عن دور التحالف العربي لدعم الشرعية أستاذ عبد الله. أنت ذكرت أن الاستراتيجية ما زالت تسير في طريقها الصحيح وستصل حتما في النهاية إلى تخليص اليمن من هذه الميليشيات واستعادة الشرعية اليمنية. الآن هذه الأحداث هل تعتقد أنها ستغير من استراتيجية التحالف وتحركه في تحرير صنعاء؟ بالذات أمس كان هناك بيان من التحالف العربي وكان هناك حديث عن أنه يراقب باهتمام هذه التطورات. ربما الصوت لا يصل إليك أستاذ عبد الله، أنقل السؤال للدكتور زايد، كيف سيكون دور التحالف العربي في الفترة القادمة؟ دور التحالف هو كون الانتفاضة أتت من الداخل، فكان من الصعب أصلا أن تدخل القوات العسكرية إلى داخل صنعاء. صنعاء بها أكثر من 6 مليون، تعز فيها 8 مليون. لما أدخل بقوات مسلحة إلى داخل صنعاء فمعناته أنه هذا تعطي خسائر فادحة وخسائر أكثر من المتوقع وأكثر من النتيجة التي أصل إليها. وكان المؤمل وهو ما حصل والحمد لله أن ينتفض الشعب اليمني من الداخل، سواء من داخل صنعاء أو من داخل تعز إن شاء الله في الأيام القريبة. الآن ما هو دور التحالف؟ سبق وأن عشت هذا الدور وبكل فخر لما دخلنا إلى الكويت. دخلنا إلى الكويت بالقوات المسلحة ونحن نرفع الأعلام والشعب قبلنا يرفع الأعلام، يعني ما كان في إراقة دماء ولا كان في إطلاق رصاص أبدا، لأن الشعب انتفض من الداخل واستطاع أن يطرد هذا المكون الحوثي وأن يسيطر على مفاصل الدولة داخل الشعب. نعم. طيب دكتور، لو ربطنا هذه الجزئية بانتفاضة الشعب في اليمن ضد الميليشيات، كان هناك حديث لسمو الأمير محمد بن سلمان وذكر أنهم يعرفون أن الوقت ربما يطول في التحالف وأن هذه المعركة ربما تستغرق وقتا طويلا ولكنها حتما ستصل لهدفها، خصوصا في ظل عزل الميليشيات الحوثية من الإمدادات التي يمكن أن تصلها من الخارج، بالإضافة إلى عزلها داخل المجتمع اليمني الذي يرفضها بالتأكيد. أخي الفاضل، سمو ولي العهد يتحدث تحدث استراتيجي، وعادة الاستراتيجية تؤخذ من قمة الهرم ثم تبدأ تتوزع في القوات المسلحة. هذا الكلام الذي أصدره ولي العهد كان مجرد عبارة عن توجيه استراتيجي للتحالف. ماذا عمل التحالف؟ حاول أن يضيق الخناق وأن يضعف التحالف ما بين الحوثي وعلي صالح، وهذا ما استطعنا أن نصل إليه. خلال الـ6 شهور الماضية كانت عبارة
عن إجراءات قامت بها قوات التحالف للوصول إلى النتيجة التي عبر عنها سمو سيدي ولي العهد بكلمات بسيطة، لكن الاستراتيجيات عادة هي تصدر عبارة عن كلمات. وأنا أذكر استراتيجية، اسمح لي أن أقولها من هذا المكان، للملك فيصل رحمه الله حينما طلب منه طرد بعض القوات الموجودة على حدود المملكة وقدمت خلاله خطوط استراتيجية، قال كلمة واحدة: اطردوهم. هذا التوجيه الاستراتيجي الذي أعدت له القوات المسلحة، وهذا ما تعمل عليه القوات المسلحة. نعم. طيب. والتحالف يعمل عليه حتى تم تحقيقه، والفضل بعد الله يعود لمن أصدر هذا التوجيه. نعم، أعود للأستاذ عبد الله، وأيضا عن دور التحالف في هذه المرحلة باعتقادك كيف سيكون التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية؟ لا شك أن دور التحالف العربي هو واحد من أهم الأدوار، أصلا لم تنطلق عاصفة الحزم ومعها إعادة الأمل إلا لأجل إعادة الاستقرار والأمن لليمن، وطرد الميليشيا الحوثية التي أرادت أن تضع اليمن بكامله وكامل مقدراته تحت خدمة المشروع الإيراني في المنطقة. وبالتالي اليوم التحالف العربي أمامه مهمات كثيرة لإنهاء الأزمة في اليمن، منها أيضا تكثيف الجهود العسكرية في ضرب الحركة الحوثية في كل أماكن تواجدها في اليمن عبر استراتيجيات عسكرية يتقنها القادة العسكريون في قيادة قوات التحالف العربي تجاه اليمن. سيكون أيضا هناك استمرار للدور الخيري في اليمن، سيكون هناك أدوار سياسية بالغة الأهمية بمبادرات من التحالف العربي، بمبادرات من الشرعية في اليمن لإعادة بناء مشهد سياسي جديد في اليمن يستبعد تماما الحركة الحوثية المسلحة العسكرية المؤدلجة التي لديها أجندات خارجية لا تتعلق بالشعب اليمني والدولة اليمنية. ثم ستستمر في المستقبل، سيستمر التحالف العربي في دعم أمن واستقرار اليمن حتى تستعيد الدولة اليمنية عافيتها ضمن مشروع سيكون بالتأكيد مشروع ضخم يضمن أن لا يتكرر هذا السيناريو في اليمن مرة أخرى. وبالتالي فالدور الرئيسي في إنقاذ اليمن كان هو دور التحالف العربي، وسيستمر هذا الدور العربي. يعني هناك فرق واضح بين التدخل السعودي العربي في اليمن الذي هو تدخل الصديق المنقل، وبين مشروع العدو الغاشم الذي قادته إيران في اليمن وأرادت أن تختطف اليمن. نعم. وأن تختطف صنعاء كعاصمة رابعة. نعم. تابعة لإيران. هذا الموضوع انتهى. صحيح أستاذ عبد الله، يعني هذا العدوان الغاشم والتدخل الإيراني والتمدد في المنطقة العربية لا يتم إلا من خلال الأذرع الموجودة في المنطقة، من خلال حتى بعض الأنظمة والدول الموجودة. نجد أن هناك في المنطقة الآن من لا يعجبه هذا الحراك الشعبي داخل اليمن ويريد أن يستمر الوضع على ما هو عليه من خلال سيطرة الميليشيات الحوثية على مفاصل الدولة في اليمن. كشفت مصادر عسكرية في صنعاء أن هناك محاولات قطرية تدور لإنقاذ الميليشيات من هذا الوضع الذي هي فيه اليوم وإعادة الأمور على ما كانت عليه في السابق، لكن يبدو أنه تم رفض هذه الوساطة من قبل المؤتمر الشعبي وأبناء اليمن أيضا. فما مصلحة هذه الدول لكي تمارس هذه الوساطة لإعادة هذه المأساة للشعب اليمني واستمرارها؟ نعم، وهذا أيضا موضوع بالغ الأهمية وشديد الأهمية. السياسة القطرية منذ أكثر من 20 عام قامت على معاداة كل مصلحة للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج وللدول العربية، وبالتحالف مع كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية السنية مثل جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية وغيرها من الجماعات الأخرى، ومثل تنظيم داعش وتنظيم القاعدة، كل هؤلاء تم دعمهم بالمال القطري، وأيضا الإرهاب الشيعي. كل الميليشيات التابعة لإيران في المنطقة كان يتم دعمها بالمليارات من خلال سياسات الدولة القطرية المتخبطة والقيادة القطرية المتحالفة مع الإرهاب. واليوم تجدد قطر نفس المشكلة، فهي دعمت الميليشيات الشيعية في إيران في العراق وفي سوريا،
ومن قبل حزب الله في لبنان، والتاريخ شاهد. لا نريد أن نطيل على المشاهدين، لكن في مسألة الحوثي والحركة الحوثية، قطر دعمت الحوثيين في حرب 2009 ضد المملكة العربية السعودية، ودعمتهم أيضا بعد ذلك، ودعمتهم بعد عاصفة الحزم، وهي اليوم أنا أعتقد القيادة القطرية تلعب بالنار. المسألة اليمنية، استقرار اليمن هو مصلحة للدولة اليمنية وللشعب اليمني، ومصلحة للسعودية، ومصلحة للإمارات، ومصلحة لدول الخليج العربي والدول العربية. فاستمرار قطر في اللعب بالنار بمثل هذه الطريقة قد يؤدي إلى تصعيد أكبر من مما هو جار اليوم، المقاطعة من الدول الأربع ضد قطر. نعم. ليس من مصلحة صانع القرار القطري أن يرفع مستوى العداء ويصعده إلى درجة واضح. أن يتدخل في لحظة حساسة حتى يقضي على السلام واضح. في اليمن. عبدالله. طيب، السؤال الأخير لك دكتور زايد، دور الأمم المتحدة أنت كيف رأيته؟ كان هناك تصريح من قبل المبعوث الأممي في اليمن يطالب بتهدئة الوضع. الأمم المتحدة لم تقدم الكثير لليمن في قضيته واستعادة شرعيته. دعني أكون أكثر صراحة وأنا أتحدث باسمي الشخصي. الأمم المتحدة في أفضل حالاتها تكون على الحياة، لكن كانت أدوار الأمم المتحدة في اليمن ليست على الحياد في غالبتها، بل كانت ضد الشعب اليمني وضد الشرعية وضد المكون اليمني. من اختطف الأمم المتحدة؟ هل هي قطر؟ هل هي إيران؟ الأمم المتحدة لم تكن منصفة. رفضت الأمم المتحدة أن تستلم ميناء الحديدة. الأمم المتحدة في التأمين المواد الطبية كانت تسلمها لأيادي عبثية. الأمم المتحدة في المساعدات الإنسانية ما كانت تسيطر عليها بالشكل الصحيح وتوصلها إلى من يستحقها. فكان دور الأمم المتحدة في اليمن للأسف الشديد لم يكن دورا سويا، ولم تطلع الأمم المتحدة بالدور المناط بها والمطلوب منها في اليمن خصوصا. نعم. طيب، وسؤال الأخير أيضا للأستاذ عبد الله بن بجاد من دبي، هذه التطورات الأخيرة أستاذ عبد الله، توقعاتك خلال الأيام القادمة، هل ستتصاعد بشكل أكبر في صنعاء وبقية المدن؟ هل سينضم إليها المزيد من القبائل والقيادات اليمنية، أم سيكون هناك بعض التراجعات أو التدخلات السياسية التي ربما تغير الوضع؟ أنا أتمنى أن تذهب هذه الانتفاضة المباركة إلى مداها الأقصى، خصوصا أن هناك ترحيب سياسي معلن من الشرعية اليمنية، من التحالف العربي، من كافة الأطياف اليمنية بشتى تصنيفاتها. ما دام الجميع متجه بهذا الاتجاه، فإن هذه الانتفاضة ستصل بإذن الله إلى مداها الأخير. أما هل سيوجد بعض الجيوب المقاومة، بعض الاستعادة لبعض المناطق؟ نعم، هذا شيء طبيعي في أي حرب، هناك كر وهناك فر وهناك مناطق يستحوذ طيب. عليها وأخرى يتم طيب. التخلي عنها. نعم. لكن في النهاية النتيجة بإذن الله واحدة، وهي مصلحة الشعب اليمني بإذن الله. أشكرك الأستاذ عبد الله بن بجاد الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار من دبي، شكرا لك. شكرا أيضا لضيفي هنا في الاستوديو اللواء الدكتور زايد العمري المحلل العسكري والخبير الاستراتيجي، شكرا جزيلا. وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام لمتابعتكم هذه الحلقة من برنامج ما وراء الحدث، وقد تحدثت مع ضيوفي عن انتفاضة صنعاء المباركة، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في مصلحة اليمنيين واستقرارهم واستعادة شرعيتهم. في أمان الله.